وياكم يا اصحابي والباند واصدقاء، لانك كلنا عم نحتفل بعيد سات 7 كيدز. وقد ايه كان عمرك اول ما بلشت تحضر برامج للاطفال على شاشة سات 7؟ انا يا مريم انا وصغير اول ما بتذكر كنت يعني اول ما خلقت. وجوي شو اول برنامج بتتذكره على سات 7 كيدز؟ اول برنامج اكيد سنابل. موضوعنا لليوم اكيد رح يكون عنا موضوع حتى لي نتعلم شيء جديد نحن عم نحتفل مع بعضنا. هل بتعرف انه العاب الفيديو مضره لدماغك وعندها اعراض سيئه وخطره مثل الادمان؟ والخطوره الاكبر انه بيصير دماغك مقتنع انه بدك تكون مثل الابطال يلي عم تلعبهم بالجيم. لكل شخص مدمن على هيدي الالعاب بنصحك تطلب المساعده من اهلك وشخص مختص مثل لايف كوتش او سايكولوجيست تيساعدوك تتحرر من هالادمان وتخفف او حتى توقف بالكامل هيدي الالعاب. ساندرا بدنا نقول لك انه اليوم معنا اصدقاء كثير حلوين بالاستوديو، بدك تقولي لهم هاي. هاي هاي شو بتحبي تتمني لاصحابنا وكل فريق عمل سات 7 كيدز بمناسبه عيد سات 7 كيدز ل 13؟ هو قناتي حلوه قوي وانا بتفرج عليهم من وانا عندي سنتين. يباركوا بك الرب ويحرسوك. بولا عم تسمعنا؟ وين بولا؟ شي مره ضايقة التبولة؟ شوفي هيك برنامج كنتوا تتابعوه على سات 7 وكثير يعني لكم. في برنامج كنت كثير حابه هو برنامجك تبع يلا نغني سوا. شو في شي ذكرى كثير بتحبوها عشتوها بالطفوله وما فيكم تنسوها اليوم؟ احلى ايام حياتي بالمدرسه عن جد، مع انه يمكن كثير تستغربوا بس اكثر ايام كنت انبسط فيها مع رفقاتي بالمدرسه. مين اكثر حدا بدك تسلم عليه من اصحابك اللي بتحبهم بسات 7 كيدز؟ انتي يا مريم. انتي يا حبيبي. اي لاف يو. ثانك يو حبيبي على اتصالك. بحبك كثير. ونحن بنحبك كثير. ثانك يو حبيبي. باي. خلصت القصه. الكتاب المقدس بيقول في كثير اشياء انا فيي اعملها بس ما بدي خلي شيء ولا اي شيء يتحكم فيه ويسيطر علي. لما تكونوا بالبيت وتقولوا للمامي زهقانين، مش الشيء الوحيد اللي فيكم تعملوه انه تلعبوا العاب الكترونيه. فينا نقرا، نحكي مع اصحابنا، نلعب بالالعاب. شكرا يا رب علشان انت دايما بتحبنا، وشكرا علشان انت دايما بتحافظ علينا، واحمي الدكاتره يا رب من فيروس كورونا. شو بتحبي تعيدينا بعيد سات 7 كيدز ل 13؟ احب اقول لكم عيد سعيد. Thank you so much. Thank you قوي يا حبيبي. ونحن بنشكرك على اتصالك فينا. اكبر شقفة لإلي قصدي لبول. اسمع يا مريم بول. يسوع قديش بنحبك وبنشكرك على محبتك العظيمة لإلنا. انت بتعرف كل واحد من المشاهدين والاصدقاء الصغار اللي عم يحضرونا، واخترتهم وكتبت اسمهم على كفك. انت هيك قلت لنا بالكتاب المقدس هالقد هن مميزين عندك.